لكم شنو نزل عندي بالبوتيك. نزل هذا الست من ايكو اللي هو عبارة عن ست ثلاث مشوطة. هم كانوا نازلين كل واحد بروحه، الحين حاطينهم مع بعض بست واحد، وسعرهم مسوين عليه خصم خيالي. يعني هم اساسا لو تشترون كل واحد بروحه يطلع السعر 30 دينار، الحين صايرين كنا ب10 وشوي. خل اوريكم اياهم. طبعا اكو اكثر من ست، انا هذا اللي هو الوانه روز جولد، في على بنفسجي، في احمر، في اوريكم الوانهم عقب. هو الست كذي، هذا المشط وايد حلو، حلوه فكرته انه هو هني في فتحه، فتقدرون وانتم تمشطون توجهون السشوار، توجهون السشوار هالصوب، فيدخل الهواء بنفس الوقت ينشف على انه يهبط الكشة، عرفتوا؟ بعدين عندكم المشط هذا، هذا انا وايد احبه، اللي هو الحجم العادي حق البيت. والاخير اللي هو الحجم الصغير، حلو حق السفر لانه معاه تسكيرة، حتى تقدرين تحطينه بالجنطة كذي بدون ما يتوسخ. وهم بعد فكرة انكم تشترونه مثلا اذا عندك بنات او شيء، واحد حقك وحق بناتك، لان سعره وايد يعني ممتاز مميز. وهو اصلا المشط يهبل وايد حلو، ما يعني يفتش كل تعربك مال الشعر، عرفتوا لما تصبغين شعرك وشعرك كذي ما يتمشط، هذا وايد راح يريحك. راح احط لكم الحين الالوان المتوفرة وكل واحد ورقمه بالبوتيك.